اهلا وسهلا بكم بنات، مساء النور عليكم، مساء السرور. طبعا مارينا مول عند مافي عندهم اشياء غزاله وبوتيك اصلا غزال، فيه كل شيء زوين بالنسبه لعشاق لي صندل. عندهم داك الشيء غزال والوان راقيه والثمن ديالهم مناسب، وشوفوا البرومو اللي كيديروا، برومو غزاله، شوفوها كامله، خليكم معنا، تابعوا الفيديو ولا عجبكم ديروا لايك، خلي لنا كومنتار ديالكم، ما تنساوش خليوا لنا تعاليقكم وباش حتى حنا نتحمسوا ونصوروا لكم اشياء كثيره بحال هكذا دي برومو. كاينين عندهم لي بوشيت، عندهم سيكان، عندهم سنيدلات، عندهم سبرديلات، عندهم اشياء غزاله وحتى الثمن ديالهم غزال. سويكات سبور فنين، سنيدلات بالطالون، غادي تبقاو حتى الاخر، غادي تبقاو حتى الاخر باش تشوفوا اشنو اختياري من هذا البوتيك. خديت صندال غزاله كتلبس بالنهار، كتلبس مع الجوب، كتلبس حتى مع شورت، مع صنداله باردون كتلبس مع كسيوا، كتلبس مع اي حاجه. غادي تشوفوا اختياري وشوفوا واش عجبكم. طبعا الساك والصنداله جاوني بثمن غزال، شوفوا هذا ستايل كي داير غزال. شوفوا هاد السنيدلات حتى هما صيفيين، كيديروا 180 درهم بالطالون. شوفوا هاد بوشيت كي دايره غزاله، وهاد السنيدله حتى هي معاها كتحمق. الثمن ديالها 200 درهم، الوان غزاله صيفيه، فنه فنه فنه. شوفوا هادي الثمن ديالها، حتى هي 200 درهم ممكن ولا 230. وهاد السويكات صغيورين كيجيو مع كلشي، الثمن ديالهم 349 درهم. اما هادو بالنسبه للناس اللي تيبغوا سكن كبار دايرين 399، دايرين برومو ناقصين في الاثمنه بزاف. هاد السنيدلات ديال لابيسين ديال لابلا ديال لابيسين ديال لابلاج، يعني كيجيو غزالين في اللبسه، والثمن ديالهم 150 درهم. شوفوا الالوان ديالهم كامله غزاله. وكاينين هاد السنيدلات بالنسبه للناس اللي كيبغيو صنداله مقبوطه من اللور، دايره 200 درهم، كاليتي ديالها غزاله وهي غزاله. هادو بالنسبه للكسيوات، بالنسبه للشورت، بالنسبه لاي حاجه، الثمن ديالها حتى هي غزال بحالها. سيكان، سيكان عندهم فنينات حتى روب سيكان. هذا الثمن ديالو 249 درهم، حتى الالوان اللي فيها غزالين. كاينين صبيبطات بالنسبه للمناسبات، دابا الصيف جاي والمناسبات جايين والعراسات. هادو سيكان غزالين حتى هما كبار، هادو سيكان صغيورين والستايل ديالهم زوين كيحمق، هما اللي خديت منهم. الوان ديالهم غزاله وصيفيه، وحتى البرونز ديالهم كتلبس مع كل شيء. صبيبطات ديال المناسبه وصنيدلات ديال الحضور، اللي عندهم شي مناسبه، عرس، سواغي، شي حاجه بحال هكا. الثمن ديالهم 300 درهم، شوفوا هذا غزال 200 درهم البنات. صبيبطات فنين عندهم وصنيدلات غزالين صراحه. راه بوتيك مافي انا دائما معتمده فيها، يعني على الصبيبطات، على الصنيدلات، على السيكان. شوفوا هاد الصباط ما شاء الله ب 200 درهم، يعني واحد البخي غزال ودير البرومو. ها اللي حمقوني، ها اللي حمقوني. صنيدلات غزالين البنات، فنين فنين فنين. هذه هي اللي خديت انا، ومن بعد نوريكم السويك اللي درت معاها من عندهم.
تقريبا 600 شي حاجه طلعت ليا الصنداله والصاك الا شفتيهم غادي تعطيهم ديال 8000 ولا 5000 درهم، لانه حتى هاد لا مارك ديال بحال واحد مارك، حيت حنا ما كنذكروش لي مارك، بحال واحد المارك نفس الديزاين ديالها. هادو ديال الحضور والمناسبات. هاد الصنيدلات ب 250 درهم فيهم طاله، وكيت عندهم الالوان غزاله فيهم، شوفوا ستايلات فيهم سنيسله باش كتقبط، هادو ترونسبارون كانوا ديجا خارجين ودابا عاودوا رجعوهم دايرين 300 درهم. اما هذا ويا سلام، هذا تحطيه في المناسبات وتبغي تلبسيه عادي مع جليبه ولا شي حاجه راه غادي يجي غزال. الثمن ديالو 250 درهم. هادو سنيدلات فيهم هاد فيهم السيوره كيكونوا طالعين الفوق، هادو حتى هما ترونسبارونس نضلات فنين فيهم الوان غزالين. وهاد سويكات حتى هما عجبوني، حتى هما الديزاين ديالهم ديال واحد لا مارك غزاله ما تفرقش بيناتهم. والبري ديالهم فين هو شحال كيدير 349 درهم، يعني برومو فيهم الوان غزاله حتى هادو بوشيط فنين. الثمن ديالهم، شوفوا الثمن ديالهم مشات ليا الثمن، المهم راه هو مكتوب ثمن ديال السكرين. الزبيبطات فنين هادو حمقوني، والباج ديالهم غزال كيجي راقي، شوفوا الستايل ديالو كي داير. ومن هاد الصنيدله حتى هي فنه، بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الصنيدلات كيجيو مع الشورطات واعرين. هاد الصنداله الثمن ديالها 300 درهم. بالنسبه للناس اللي كتبغي جليبات مع صباط كيجيو فنين 250 درهم. اما السيكال الكبار عندهم داكشي غزال. بوتيك مابي راه كتواجد البنات في مارينا مول قرب مرجان، راه هي في اللاين ديال مرجان، يعني اذا مشيتو لمارينا مول راه غتلقاو بوتيك مافي تما، واذا درتوها في جوجل او قلبتو عليها راه غادي تلقاوها في عده مدن، كاينه في الرباط، كاينه في طنجه، كاينه في جديد. هاد الصنيدلات غزالين كيجيو مع كسيوات، مع مع جلالب، مع اي حاجه 199 درهم برومو حتى هما. وبنات كاليتي ديالهم غزالين ومريحين في اللبسه، يعني شي حاجه عن تجربه. بالنسبه للسبرديله، السبرديله عندهم جميع انواع السبرديله، وحتى الثمن ديالهم مناسب. بنات راه دابا عندهم برومو كتبدا من 100 درهم، يعني كتلقاو الويكند عندهم ضروري كيكونوا برومو غزالين. شوفوا هادو الوانهم فنه، وحتى ديزاينات ديالهم اللي عندهم زوينين، وتقدروا تلقاو حتى السبرديله اللي غادي تلبسوها مع سبور، مع جلابه سبور. هادو البنات بحال ايزي اللي عند مارك اخرى، ما بغيتش نذكر لا مارك، ولكن هما دايرينها مريحه مريحه، لانه لا مارك كتبيعها بثمن غالي، وهادو دايرين ليها برومو ومخدومه مزيان، ما غتبلكمش انها راه واخدينها من بوتيك اخرى من غير لا مارك ديالها. غزالين البنات، الثمن ديالهم 249 درهم، يعني بحالها قولي واخده الربع، ماشي الربع، قل من ربع الثمن ديالها في البوتيك ديالها. صنيدلات غزالين هادو، هادو ديال جليبات فنين. هادو هما السويكات اللي قلت لكم عليهم 379 درهم، وانتم قربتوا الصاك ديالي. ها هو خديت هاد الصاك مع الصنداله اللي وريتكم قبيله، جا اونسومبل واعر. هاد الصنيدلات فنين كتلبسو مع قفطنات، كتلبسو مع جليبات في الدار، والستايل ديالهم غزال. هذا هو الساك ديالهم الا بغيتو ديروهم مع الساك ديالهم. هذا حتى هو غزال عجبني، كنت غناخدو مع الصنداله مي لقيت هذاك السويك ستايل ديالو احسن وارقى. بصراحة عندهم كل شيء غزال، وده مشيتي غتحتاري. وطبعا البرومو عندهم كتكون في الويكند، إذا بغيتو تمشيو عند بوتيك مافي غادي تمشيو عندهم بين الجمعة والسبت والحد، يعني في وسط السيمانة ما كيكونش برومو، هما دايما كيديرو برومو، كيديرو برومو مع دي جي، مع الناس كتكون عامرة الدنيا عندهم. فملي عيطوا علينا ما ترددناش، لأنه
انا قبل كنت غنمشي وكنت بغيت بزاف د الحوايج من عندهم. دونك ها هو لونسومبل ديالي اللي خديت هاد الصنداله، راه كتلبس بالنهار وحتى سواري، يعني تقدر تلبسيها بالنهار، تقدر تلبسيها يعني مع كسيوة، مع كتلبس مع كل شيء، حتى مع الجين، مع شورت، مع صايا، مع كل شيء تقدر تلبسيه، حتى الساك غتقدر تلبسيه. شكرا لكم على المتابعة.